تقدم الالماس بتاعي يا سكر يا منحل وتكذب عليا وتقول لي لسه ما روحتش في الجو هاجي. احترم نفسك يا دوله. مين اللي احترم نفسه يا حظر؟ وديته الخاتم فين؟ اديته لانهي صفيحه زباله يا اللي خليت اسم اكبر عيله في مصر تحت رجليه؟ اخرج بره بيتي. بيتك ايه يا دوله؟ البيت ده بيت هلا. انت الدسوقي باشا. الدسوقي باشا اللي انت وسخت اسمه. انت اوسخ مني. على الاقل لو وسختي كانت بره بيت العيله. انما انت وسختي كانت هنا. عدد الرجال اللي دخلوا الشقه دي عشان يناموا معاكي اكتر من اعضاء حزب الوفد القديم والجديد. انت مخي خلاص بقى عجين. انت مكانك مش هنا. مكانك مستشفى المجانين. لما مستشفى المجانين مكاني، امال انت مكانك يبقى فين؟ ها؟ في البارات الوسخه طبعا اقعد مع الجرابيع اللي بقيت زيهم ولا انزل روح الشوارع؟ الشوارع اجري يلا اجري ورا النسوان اللي بتدور عليك.